حكيت بي يعني انا تحملت العباية، تحملت الحكي اللي علي على اعتبار اليوم يعني نوعا ما مسوين شيء زين بنادي زاخه، بس انا طلعت قلت لي اسباب شخصيه وتكلمت انا مع الاخوان يمكن يجوني البارحه من زاخه الاخوان الاداره. شخصيه كابتن لو شخصيه كان ما عندي انا من طبعي ما احب يعني حتى اتحمل تحكي علي، تحكي علي حضرتك الاعلام، يحكي علي كابتن جبار، اتحمل على في سبيل ما اجرح المقابيل، يعني بما انه انت زين وياي مستحيل اجرحك يعني زين. مستحيل اجرحك. اللي صار بنادي زاخه وانا تكلمت مع الاخوان، الوضع المادي صعب جدا، وأنا اليوم يا أخي بزاخو، يعني أنا مو بغداد حتى مثلاً اللاعب أقل الخاطر يلعب هاي المباراة وهاي المباراة وتعال هاي التمرين وملعبه، يعني هواي أمور. أنا حكيت البارحة رئيس النادي، يعني جاء رئيس النادي وأمين السر، أنا قلت لكم جيتكم، قلت لهم جيتكم على راسي وأقدرها وأحترمها، جيتكم عايزة علي من زاخو البغداد جاييني، مستحيل أنا بالنسبة لكم لا شيء، يعني بالنسبة جيتكم وأقدرها، بس هاي أمور يعني. قالوا كابتن قعدنا حكينا على أمور، يعني حقيقة آخر فترة كلش تعبت، يعني خصوصا آخر مباراتين مع الميناء ومع القاسم كلش تعبت، يعني الأجواء اللي الظروف اللي حاطت بيها قبل المباراة، يعني حتى بمباراة الزوراء، يعني أنا مباراة الزوراء فقدت 5 لاعبين ولاعبين 2 لأسباب إدارية، يعني هاي الأمور كلها. بس ما حد أنا من النوع اللي مو دائما أطلع بالإعلام مثلا أقول أنا أتشكى، مستحيل. أنا قلت لهم أول يوم قلت لهم لو جيبوا لي 20 لاعب ما عندي اسم، ما عندي اسم، الاسم زين بالملعب خلاص، ما انا مهم لاعبين جو ايدي يتمرنون، انا اختار اللاعبين، اختارت لاعبين يمكن 7 13 لاعب 12 لاعب كردي اكراد، وبديت لعبت 6 7 اكراد يلعبون بالتشكيل، يعني اخر مره قاموا يلعبون 5 و6 ليش هي اهم، يعني 5 لاعبين يلعب لا لو احكي لك على الامور الماديه احكي لك ما اعتمد على الاسماء. انت مدرب ربما تتحمل الوضع المادي رغم الغربه، صح؟ اللاعب اللي رايح من بغداد انا ما طالب الناس، انا ما اطلب، انا لا اني ولا الكادر، شنو الحافز اللي تطلي اللاعب وماكو اموال؟ انا هذا الموضوع اللي مدينا طموح النادي وطموح الجمهور بدا يعلى، يعني انت من غلبت النادي الفلاني وغلبت النادي الفلاني، انت اليوم النادي بدا طموحه يعلى، جمهوره بدا يعلى طموحه، زين انت اليوم من طموحك يعلى، اليوم انت من طموحك يعلى كجمهور وكاعلام هناك في الاقليم كاداره، انا اليوم لازم نتعاون انا وياك حتى ندعم الفريق، حتى اطعم الفريق ب3 لاعبين بعد، انت اليوم حتى تحافظ لازم تزرع دماء جديده بالفريق، حتى اليوم الفريق يمشي، زين انا هاي لما ما توفرت لي وانت تريد من عندي واني ما عندي شيء اقدم لك اياه يعني بهاي اللاعبين، اليوم طلعوا لاعبين 2 طلعوا، واحد اللي عاره خلصت اعارته، لاعب محترف ممكن يطلع، عندي لاعبين محليين طلعوا لان هم بزاخه وهاي الامور الماديه، فاني كل الامور حكيتها البارحه للاخوان بالاداره، قالوا كابتن راح نرجع نحكي واحنا راح نروح للمحافظ وراح نروح للوزاره راح تدعمنا والدعم راح يجينا، قلت لهم انا ما عندي مشكله اخوان، بالنسبه لي حتى احميكم، انا قلت لي اسباب شخصيه حتى احميكم الكم، لان انتم اخوان اعزاء وتطون من عندكم في سبيل نجاح الفريق، بس اليوم العمليه مشتركه، اليوم لا يرحموك ولا يرحموني، لا انت اليوم مقدم برامج ترحمني باكر لك مثلا نتائج مو زين انت ما تعرف، قلت له نطلع نحكي نقول يابا راح نلعب حتى نبقى بالدوري، راح نلعب لاعبين الاقليم الفريق الثاني اجيبه ما عندي مشكله، انا اتحمل المسؤوليه، بس ما اليوم انا اريد ابني له على فتشي عالي، وانا اليوم ما عندي شيء، يعني لما بدي اجيب انا كابتن جبار مدرب على مستوى عالي كابتن جبار، وانا ما عندي شيء انطيه، شلون يجيني كابتن جبار؟ ما يجيني، فانا هاي العمليه اللي حكيت وياه الاداره وصلنا الى حل، يعني انضغط علي كثير ويستاهلون حقيقه، ناس محترمين جدا قلت لك، وقلت لهم خلاص نجي زاخه وراح نقعد نحل بعض الامور وان شاء الله تمشي الامور. ايش صار اللاعبين ما مستلمين مستحقات؟ لاعبين يستلمون مستحقات، تتاخر رواتبهم يستلمون، انا يعني ما عندي مشكله بهذا، اكو لاعبين مثلا عندنا عقود نوعا ما، عندنا مثلا مشاكل اداريه بمحترفين عوائلهم، اكو امور يعني ما تنحكي بالاعلام، يعني امور سهله وامور اكو نوعا ما اكثر من السهله، يعني ما تتوفر. متوفر من وراء الامور الماديه. استقالتك معلقه لبعد المرحله الاولى لو خلص عاد احمد صلاح مع الفريق؟ لا بصراحه انا قلت لهم انا قد شغله استقاله ورقه وقلم ويا الاخوان ما اتعامل، يعني انا اعتذرت انا يمكن واحد خان التعبير من الاخوان بالاداره قال كابتن احمد استقال واحنا ما ندري، لا هم يعرفون مدير الفريق ومشرف الفريق يمكن يعرفون، بس هم من باب الخوه نتعامل وياهم، انا اعتذرت من باب الخوه، يعني انا اخوهم، انا دائما اقول بالعمل احنا اخوان، العمل احنا اخوان احنا برا، بس من ندخل بالعمل الفني خلاص انتهت الموضوع، انت واحد واني واحد، انا شنو قصدي؟ اعتذرت حتى يرفع الضغط عليهم لان هم راح يتاذون، انت كابتن جبار كنت تعرف هناك، تعرف العالم هناك شلون، مثلا جمهور زاخه جمهور متعصب جدا، طموح كلش متعصب، وانت اليوم تغلب فلان وفلان انت راح تصير امور صعبه، يعني ما يتقبلوك اليوم تخسر مع النادي الفلاني مع احترام الاسم النادي حتى ما تنحسب عليه، انت اليوم خسرت ويا نادي فلان وغلبت مثلا غلبت الشرطه او غلبت الطلبه مثلا، هاي المشكله، هاي المشكله اللي صارت عطفا على كلام